اهلا بيكم ابطال تانية ثانوي في فيديو جديد، ودي المحاضرة التانية ان شاء الله اللي بنكمل فيها دوز بتاعتنا من المعاصر منهج الانجليش، بنقدمه من خلال اليوتيوب بتاعتنا على قناة كلام انجليزي مايكل عاطف. احنا ان شاء الله هنكمل مع بعض البيجز اللي بعد بيج 14. احنا خدنا 14 وخلصنا كمان 15، خلصنا منها الايتم اللي هو السينونيمز الكلمه ومعناها، وخلصنا كمان الانتنم الكلمه وعكسها. هنبتدي بقى مع بعض دلوقتي يا شباب، هنشتغل الايتم الرابع هو الديريفاتيفز اوف كي فوكابلري اللي هي مشتقات المفردات الرئيسيه. طيب خلي بالك الديريفاتيفز زي ما احنا ما بنقول كده وبنقول في اولى ثانوي وفي ثانويه عامه ان الديريفاتيفز مهمه، لان كل كلمه ليها المشتق بتاعها. كل كلمة فيرب فعل بيعمل الحاجة، نون هو الاسم، الاسم من الفيرب ده او من الحاجة دي، الادجكتيف الصفة اللي بتوصف الحاجة دي، الادفيرب اللي بيوصف الفعل او حالة الفعل كانت عاملة ازاي، البروبوزيشن هو حرف الجر. فكل ده احنا هناخده ان شاء الله في بيج 15، ولو انت كملت بيج 16 هتلاقي فيها برضه جزء مع الاكسبريشنز والايديومز وهكذا. نبدا يلا نركز كده مع بعض. بس قبل ما نركز خلي بالك بقى معايا، الكتاب معاك، القلم معاك، النوت بوك معاك لو في حاله محتاج انك تكتب اي ملحوظه، لان احنا بنخطط على كلمه كلمه علشان نحقق اكبر استفاده ممكنه. الديريفاتيفز اوف كي فوكابلري بقى المشتقه، نبتدي كده باول حاجه اللي هي انفكت. احنا خدنا امبارح المره اللي فاتت انفكت بمعنى يعدي، صح؟ وانفكت يعدي او يلتهب. لو احنا قلنا سنتنس مثلا كورونا فيروس بيشنتس كان انفكت اذرز، عايز اقول ان مرضى الكورونا فيروس يقدروا يعدوا الاخرين، يبقى انفكت هنا بمعنى يعدي. طيب انفكشن بمعنى، تمام، بمعنى عدوى او مرض معدي. كورونا فيروس بيشنتس اللي هم مرضى الكورونا فيروس كان جيف اذرز ذا انفكشن، يقدروا يدوا الاخرين العدوى، صح؟ طب infectious معدي او مسبب للعدوى، طبعا infectious اللي هو المقطع او يو اس ده adjective، صح كده، صفه. كورونا فيروس ديزيز از infectious، عايز اقول ان مرض الكورونا فيروس بيكون معدي، ده بالنسبه لinfectious. كلمه رابعه infected يعني ملتهب او مصاب بالعدوى. He is well، هو كويس. He is no longer infected، هو لم يعد يكون عنده عدوى أو لم يعد يصاب بالعدوى مرة أخرى. يبقى infect يعدي، infection العدوى، infectious معدي أو مسبب للعدوى، وinfected يعني ملتهب أو مصاب بالعدوى. دي أول حاجة مع بعض خدناها في infect. طيب مستر، الفيرب التاني perform يعني يؤدي أو ينفذ، زي دو بالظبط، احنا خدناها قبل كده في الفوكابلري. perform زي دو بالظبط يعني ينفذ. perform I can perform CPR، أقدر أنفذ CPR اللي هو الإنعاش الرئوي اللي قلناه قبل كده. performance كنون معناها أداء، تعرف أحيانا السفكسز بعض المقاطع اللي في نهاية الكلمة زي الـ ANCE اللي هي performance مثلا ANCE importance ANCE في الاخر تدي معنى النوع. لما اقول the performance of CPR needs a skill، عايز اقول اداء CPR الانعاش الرئوي needs a skill، بيحتاج مهارة. طب performer بقى بال ER الدور الفاعل نفسه المؤدي، يبقى he is a good performer، هو مؤدي جيدا. دي performer يعني معناها مؤدي او ممثل. يبقى perform يؤدي، performance أداء أو عرض، و performer يعني مؤدي أو ممثل. كده احنا خلصنا page 15، نخش على page 16. طيب page 16 react يعني خلي بالك يستجيب أو يتصرف، زي ما قلنا قبل كده she reacted angrily to my suggestion، هي استجابت أو تصرفت بغضب للاقتراح بتاعي. reaction استجابة أو ردة فعل، ده نون، انت عارف action T-I-O-N شن ده suffix في الآخر بمعنى اسم أو يدي معنى نون. she showed an angry reaction to my suggestion، هي بينت ردة فعل غاضبة to my suggestion للاقتراح بتاعي. عندي بعد كده reactor، reactor يعني مفاعل،
نيوكليير رياكتورز دي بقى المفاعلات النووية. الناس بقى اللي هنا بتدرس نيوكليير باور، الطاقة النووية والكلام ده كله، هتلاقي ان نيوكليير رياكتورز اللي هي المفاعلات النووية are dangerous، بتبقى خطيرة to people's health، لصحة البشر او صحة الناس. طب reactionary معناها متحفظ، يعني انا لو قلت he is a reactionary person who refuses any change، هو بيبقى شخص متحفظ بيرفض اي تغير. يبقى react يرد ردة فعل، reaction ردة الفعل نفسها او رد الفعل نفسه، reactor المفاعل، nuclear reactors المفاعلات النووية، و reactionary يعني متحفظ جاهز ان هو يرد على اي كلمة هتتقال. severe قلناها برضو المرة اللي فاتت او امبارح، severe بمعنى طبعا حاد او شديد او ناشف، severity شدة او حدة. I didn't expect the severity of her reaction، انا ما توقعتش حدة او شدة الرياكشن، ردة الفعل بتاعها. سيفير تيجي بمعنى شديد او حاد زي ما قلنا adjective. I didn't expect her severe reaction، انا ما توقعتش رد فعلها الحاد او الناشف. طب severely بشدة او بحدة، I didn't expect she would react severely، ما كنتش اتوقع ان هي ترد بحدة. يبقى severely ال واي ده adverb، تشيل ال واي بقت adjective صفة، او severity ال اي تي واي دي النون اللي هي معناها حدة او شدة. تمام، بنتحرك بعد كده على الاكسبريشنز والايديومز اللي هي التعبيرات والمصطلحات، ودي مهمه جدا يا شباب وانتوا بتذاكروا. بي رايت تو يعني يكون محق لي، يعني يو ار رايت تو ذس بيرسون، يعني انت عندك حق للشخص ده او محق لي ان هو كلامه طلع صح مثلا. كول فور هيلب، كول فور هيلب يطلب المساعده. explanation of او for يعني توضيح او تفسير ل، explanation تاخد of او تاخد for. in the correct way بالطريقة الصحيحة. keep the heart strong يحافظ على القلب بصحة جيدة، يخلي قلبه قوي. تمام، on a flat surface على سطح مستوي. تمام، احنا قلنا flat يعني مستوي، تيجي معنا شقة، لكن هنا الادجكتيف تيجي معنا مستوي، سطح فلات مستوي مش كيرف متعرج او غيره، وسيرفس يعني سطح. on top of فوق. تمام، send blood around يضخ الدم حوالين او يبعت الدم حوالين الاماكن دي. small enough to بيكون صغير كافي ليه، صغير يكفي لحاجة معينة. هناخد بعد كده في الجرامر الفرق ما بين to to و enough to. طبعا enough to لازم يجي قبلها الادجكتيف، big enough to كذا، small enough to كذا، tall enough مثلا to play basketball مثلا، short enough to run fast قصير ان هو يجري بسرعه، وهكذا. يعني نحط الادجكتيف وبعد كده enough to. stay fit يبقى عنده لياقه بدنيه. sudden death عنده موت مفاجئ. take up a sport يبدا ممارسه رياضه. انت عارف ان take يعني ياخد، لما اقول تيك اب ك فريزل فيرب فعل ومع حرف جر، يبقى تيك اب تو ستارت ان اكتيفيتي، يبتدي هوايه او يبتدي نشاط. نخش بعد كده على الفيرب مع البروبوزيشن في الايتم السادس. allow to يسمح او يدع او يترك حد انه يعمل حاجه، يعني I allow my friend to meet me tomorrow، انا بسمح لصاحبي ان هو يقابلني بكره، مش عشان حاجه يعني، اقصد اقول بسمح له ان انا عندي وقت فاضي فممكن نتقابل. او the manager allowed me، المدير سمح لي to have a 3 days extra، اخد 3 ايام زياده، او 3 vacations extra، اخد 3 اجازات زياده، وهكذا يعني. care about يهتم بيه، disagree about يختلف على، forget about يعني ينسى امره، طبعا disagree عكس agree، ويختلف على حاجه، يعني we disagree about this topic، احنا بنختلف بشان الموضوع ده او النقطه دي. forget to ينسى ان هو يعمل حاجه. get into يخش في الحاجه دي، و get on يركب وسيله المواصلات. انتوا عارفين الفرق ما بين get on و get off، وانت خدتها قبل كده في اعدادي. get on
يعني يركب الحاجة دي وجيت اوف اوضة بالاف يعني ينزل منها او يخرج منها. لوك اراوند يعني يبحث في المكان المحيط حواليه. place something on يحط حاجة على حاجة، طبعا place مكان ويضع يعني place board. press down يضغط لأسفل، و press يعني يضغط. خلي بالك ان press لو قلنا pressure P-R-E double S-U-R-E بقت معناها ضغط pressure، خلي بالك من الحتة دي. pull out يرفع أو ينزع، pull out جاي من يسحب. rise up يعني يرتفع أو يعلو، وتيك اب يعني يقبل القيام او يبدا ممارسه حاجه معينه. بنخش بعد كده على نمبر 7 كلير ذا كونفيوجن. طب اللي بقول لان قبل كده المشكله دي اتقالت اكتر من مره، هل مهم ان احنا يا جماعه نشرح النوتس الملحوظات؟ هل مهم ان احنا نشرح الكلير ذا كونفيوجن اللي هو نوضح الفرق ما بين حاجه والتانيه؟ ايوه مهم جدا، مهم جدا جدا، علشان خاطر دي لانجوج بنبنيها، وفي نفس الوقت احنا بنفهم حضراتكم ان ده مكمل معايا في ثانويه عامه غير السنه دي طبعا، ومكمل معايا كلانجوج بقى تقدر تستخدمها في الجامعه بعد كده في حياتك العامه. يبقى كل الحاجات دي مهمه في الرايتنج، في الكتابه على الاقل ساعات بتعدي في امتحانات بتوفل وايلتس وكمان دولينجو وما تبقاش فاهم انت هتعمل ايه، فده اللي انا بتكلم فيه. clear the confusion. اول حاجه breathe و breath. تخيل ان احنا اغلبيتنا بنتلخبط في الحته دي، وخدنا الفرق ده السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها وهكذا، الفيربين او سوري الكلمتين دول موجودين معانا على طول. breathe بالايه معناها يتنفس، breathe in يستنشق و breathe out يصفر يطلع الهواء يعني، و breath بس من غير ايه هو التنفس، هي عمليه التنفس نفسها. The performance of CPR helped the injured man breathe normally. عايز اقول اداء ال CPR ساعد الرجل المصاب ان هو يتنفس بشكل طبيعي، يبقى breathe بالاي يتنفس. تاني breathe او breathe بالاي يتنفس، لكن breath من غير اي هو التنفس. It is normal for your breath to be warm. من الطبيعي ان التنفس بتاعك يبقى دافي، لو في حاجة غير كده يبقى في مشكلة يعني. دي معلومة يعني scientific fact أو medical fact لو أنتوا عايزين تقولوا عليها يعني. في encourage و discourage يشجع أو يثني عليك، قلتها لكم المرة اللي فاتت إن encourage somebody to do something يشجع حد إنه يعمل حاجة، أو discourage somebody from doing something يثني حد عن إنه يعمل حاجة، ما يشجعوش إن هو يعمل الحاجة دي. encourage object to infinitive. His mother encourages him to do a sport to keep fit. مامته بتشجعه، ادي بعد encourage جاي المفعول، بعد كده to infinitive، بعد كده sport to keep fit. طب encourage ممكن اجيب يشجع وراها نون على طول او verb ing، ممكن جدا من غير object و to infinitive. The government encourages starting يعني البيئة، تمام؟ سوري الحكومة encourages بتشجع starting بداية ال private businesses اللي هي الأعمال الحرة أو الأعمال الخاصة المشاريع الخاصة، يبقى encourage starting على طول من غير encourage to infinitive أو encourage object to infinitive، encourage ing على طول. طب التالتة discourage object from doing something، يعني I discourage ودينا، أنا بثني ودينا أو بأبعد ودينا، ما بشجعهاش from listening to bad songs إنها تسمع الأغاني السيئة، ببعدها عن سماع الأغاني السيئة. طبعا لما تثني حد عن عمل حاجة بقى يعني discourage young men مثلا زي ما قلناها قبل كده from smoking from bad habits from مش عارف unemployment وهكذا. نخش بعد كده على الفرق ما بين infection و illness و disease و sickness. عدوى مرض مرض مرض، يعني عايز اقول لك اخر ثلاث كلمات مرض كلهم infection عدوى، بس في فرق ما بين كل واحدة والتانية. infection small pox اللي هو الجدري، الجدري ده اللي بيجي احيانا للاطفال يعني، and COVID-19 are dangerous infections، بتكون عدوى خطيرة صح؟ infection عدوى. طب illness مرض او اعياء بس بيبقى خلل بالجسد او بالعقل، يعني مثلا لو انا قلت شي سافرز فروم ا سيريس illness، الاكزامبل اللي جاي ده هي بتعاني من مرض خطير
خلل خطير. المرض ده بتبقى حاجة في الجسم خاصة بالعقل، خاصة بالأعضاء بتاعتنا، بالجسد بتاعتنا، ده إعياء إلنس، مرض ده بيبقى موجود لفترة طويلة. عشان كده في الإنجليش لما تيجي تتكلم على واحد عنده مرض لفترة طويلة أنت بتستخدم إلنس، صح كده؟ إلنس بيبقى بقى موجود في الأيس، في العين، في الهير، في الشعر، في الهيدك، في الدماغ، في الهارت، في الليفر، في الكبد، في اللنجز، في الرئات، وهكذا. كل ده بسميه إلنس طالما هو حاجة كرونيك شوية، مزمنة شوية. ديسيز بقى ده مرض من نوع معين زي الانفلونزا او سرطان. لما اجي اسمي بقى مرض كنوع من الانواع، يعني مرض الانفلونزا اللي هو البرد اللي بيجي للناس ده اسميه ديسيز، مش اسميه النس. فاهم قصدي ايه؟ يعني فلو انفلونزا ده ديسيز ولا النس؟ ديسيز. طيب عايز اقول حاجه تانية، الكانسر ده ديسيز ولا النس؟ ديسيز. لكن النس هي حاله المرض اللي هي بتصيبك لفترة طويلة، حالة الإعياء اللي بتصيبك لفترة طويلة. إنما بالنسبة لديسيز ده نوع من أنواع الأمراض، الكانسر، الفلو، أي حاجة تانية بقى، صح كده؟ طب السكنس بقى ده مرض أو إعياء، بس ده بيمنع الشخص اللي بيجيله الإعياء ده عن إن هو يشتغل لفترة بسيطة، يعني تقدر تقول عليه كده حاجة temporary أوي، مؤقتة جدا، short time، وقت قصير قوي. My sickness stopped me from going to school. المرض بتاعي يعني منعني من ان انا اروح المدرسه. هنا مش حاله الاعياء بقى الالنس اللي هي بتاخد سنين وسنين او شهور وشهور، لا، ده انا بس جالي دور انفلونزا لمده يومين ثلاثه، ده it stopped me، منعني from going to school، صح؟ يبقى في فرق فعلا ما بين انفكشن العدوى، illness المرض الخلل او الاعياء اللي بالجسد او بالعقل، او ديسيز المرض وكاسم او كنوع زي الفلو انفلونزا او الكانسر لا قدر الله السرطان، او سيكنس المرض المؤقت اللي بيجي للواحد اللي بيمنعه عن الشغل لفترة معينة. طيب ريز وايز، ريز وايز بمعنى يرتفع، وطبعا احنا قلناها قبل كده وهنفضل نقولها، ان ريز معناها يرفع، ورايز يعني يرتفع. وما زال في طلبه في ثانويه عامه لحد دلوقتي وانت نازل من ثالثه وفي مراحل، في مرحلتكم في ثانيه وفي اولى، بيغلطوا في الفكره دي. مستر واتس ذا ديفرنس بتوين ريز اند رايز؟ ريز معناها يرفع، معناها يجمع فلوس لصالح جمعيه خيريه، معناها يربي زي برينج اب خدناها في اولى سنه والسنه اللي فاتت، أو يطرح موضوع أو سؤال، يعني raise a question، يطرح سؤال، أو raise a topic، يطرح موضوع for discussion، المناقشة. Wars raise prices، الحروب بترفع الأسعار، صح؟ تمام، مفهومة كده. raise بتحتاج object، بتحتاج مفعول، لأن ده transitive verb، يعني فعل متعدي بيحتاج مفعول. This charity raises money for the poor، الجمعية الخيرية دي بتجمع فلوس لصالح الفقراء. يبقى ريز يلم فلوس برضه، بس لازم محتاجة object ريز money. Parents work hard to raise their children، الآباء بيعملوا جاهدين أو بيعملوا بجد to raise عشان يربوا أطفالهم. هنا بقى ممكن تشيل ريز وتكتب جنبها كده في النوتس بتاعتك bring up، bring up يعني يربي. قلت لك خلي بالك، لو مش بتنفع اكاديميك في المنهج بتنفع في الكومبريهنشن، بتنفع في الترانزليشن، ده ممكن يجيب لك كلمه يربي في الاربع ترجمات، ريز وريز وبرينج اب وبرينج اون مثلا. ريز وريز وبرينج اب صح، لكن برينج اون مش حاجه اسمها برينج اون، برينج يعني يحضر او يجلب، يجيب حاجه، صح؟ لكن برينج اب هي اللي معناها يربي. سما raised an important question during the lecture. سما ها عايز اقول عملت ايه بقى؟ سؤال مهم، اثارت سؤال مهم، طرحت سؤال. raised an important question هنا دي معناها اثارت، put يعني حطت كده سؤال مهم during the lecture اثناء المحاضره. انما rise بقى معناها يرتفع، وده فعل لازم intransitive مش محتاج له مفعول زي raise. raise كان محتاج له objects مفاعيل او مفعول، لكن rise مش بيحتاج مفعول، ده فعل لازم. Prices rise during wars، الأسعار بترتفع بقى. هنا أنت قلت prices ده subject،
وايز ده الفيرب؟ طيب فين الاوبجكت؟ مفيش اوبجكت. The sun rose and warmed the area. الشمس اشرقت ودفت المنطقة. انا مش محتاج اوبجكت. طيب I rose to welcome my guests. انا قمت او نهضت علشان ارحب بالضيوف بتاعتي. يبقى I rose زي I stood، انا وقفت يعني. Past من rise، الباست من stand stood. يبقى raise محتاجة object، rise مش محتاجة object، وraise تيجي بمعنى يرفع، يجمع مال، يربي، تمام كده، يعلي حاجة صوت او يرفع ايديه مثلا، او ممكن كمان زي ما قلنا يطرح سؤال او موضوع للمناقشة. انما rise يعني يرتفع او يصعد من غير مفعول. طب مستر ايه الفرق ما بين ساين وسيجنال؟ احنا قلنا في الكلمات بس قلنا كده يعني عابرا يعني. ساين معناها لفت او يفط، يعني لما اقول you can know the distance from road signs، انت تقدر تعرف المسافة من اللافتات بتاعت الطريق. بمعنى اصح كده لو انت مسافر في العربية او في السوبر جيت او مسافر باي طريقة برية يعني، تقدر تلاقي ساينز على الطريق. الساينز دي بتقول لك مثلا كايرو 150 كيلومتر، القاهرة 150 ناقص 150 كيلومتر على القاهرة، مش عارف أليكس 50 كيلومتر ناقص 50 كيلو على اسكندرية، مش عارف هرجادة 70 كيلومتر ناقص 70 كيلو على الغردقة. الساينز اليوفط دي هي اللي بتبين لك الطرق ناقصة دي. فأنا بقول ساين مش سيجنال. شوف الفرق، ساين اس اي جي ان وسيجنال اس اي جي ان اي ال. الفرق ان ساين هي اليافطة اللي انت بتشوفها على الطريق، اللي هي الوانها بتبقى في الغالب ازرق او كده يعني، بتبقى يافطة او لافتة. طب لكن سيجنال بقى اشارة، بس اشارة بقى فيها ترددات زي موجة الراديو او الهاتف السيجنال بقى. يقول لك هنا مثلا المكان ده I can't phone my father، ما اقدرش اتصل ببابايا because there is no signal، مفيش اشارة، صح ولا لا؟ السيجنال هنا بتبقى واقعة، ما بتبقاش كاملة مثلا، incomplete مثلا لو نقدر نقول يعني. There is no signal in this remote area، مفيش اشارة في المنطقة البعيدة، بالذات بقى في الصحراء، في الواحة، في البحر، في الحاجات اللي هي الريموت البعيدة دي ما بيبقاش فيها ترددات، فما بيبقاش فيها signals، مش فيها signs، ما بيبقاش فيها signals مش signs. طيب ممكن sign و signal بقى إشارة أو علامة على شيء أو بداية أو نهاية شيء. قال لي بقى خلي بالك، غير المعنى الطبيعي لساين كلفتة أو يافطة تقول لك الحاجة دي فيها إيه، أو signal بمعنى إشارة تردد أو علامة تردد أو موبايل أو غيره، لكن ممكن الاتنين يتفقوا بمعنى إشارة أو علامة على بداية شيء أو على نهاية شيء. يعني لما أقول لك مثلا he paid some of the price in advance، هو دفع جزء أو بعض من السعر، الفلوس يعني، in advance مقدما، مقدم يعني، as a sign أو as a signal of readiness. هنا معناها إن هو دفع جزء من الفلوس كعلامة أو كبداية للإيه؟ لجديته أو لاستعداده للشراء. ممكن أستخدمها sign و signal. ممكن أقول برضو sign of sorrow، علامة الحزن أو إشارة الحزن، crying a lot مثلا، فاهمين إيه؟ في sign of happiness، علامة السعادة، إنك أنت تبقى success أو إنك أنت you have a success مثلا، انك انت عندك نجاح، او you are a successful person، انت شخص ناجح. كل الحاجات دي معنى sign او signal، مفيش مشكلة. طيب احنا خلصنا page 17، خلصنا النوتس، كان في الفرق ما بين breathe و breath، encourage و discourage، infection، illness، disease و sickness، فرق ما بين raise و rise، والفرق ما بين sign و signal. فطبعا بيج 18 هنسيبها سكيب ات علشان خاطر نسيبها للزوم للحل، وهم بالظبط 17 جمله، 15 في بيج 18 وجملتين في بيج كام؟ في بيج 19. وهنبتدي بيج 19 ريدنج اند ليسننج، وهنبتدي كده مع بعض في بارت 3 اللي هو ايريد بعض التكست. طب نشوف التكست اللي عندنا كام واحد. هنا في 1، هنا 2،
وهنا في 3، هنا 4. فول تكست اعتقد ما بين القصير والمتوسط والطويل، فالموضوع يبقى كويس قوي. لان انا تملي بقول ان الفوكابلري احيانا انت بتفهمها كلمه كلمه، لكن التكست احيانا النصوص انت بتحتاج انك انت تشرح النصوص بتاعتك او تفهم النصوص بتاعتك من خلال الكلمات within the text جوه النص. اول حاجه كده بيقول لي how to perform first aid kit، ازاي تنفذ او تقوم بالاسعافات الاوليه. لما تقوم واحد لا قدر الله مصاب قدامك او اغمى عليه او حصل له اي حاجه في الشارع او بتاع، ازاي to perform first aid، ازاي تنفذ الاسعافات الاوليه يعني. طبعا في معلومات لاول مره شخصيا انا بيرسونال يعني استفيد منها، ولكن احنا بنحاول ندخل الفوكابلري اللي اتعلمناه. احنا خلاص فهمنا اغلبيه الفوكابلري اللي موجوده في اليونت لو انت بتذاكر معايا كويس وبتتابعي وفاتحه الكتاب وبتدققي معايا كلمه كلمه. لكن كمان الستودنتس بوك مهم جدا ان انا افهم التكست بتاعه، ربما كومبرهنشن كلمه او حاجه تبقى مفيده ليا. طبعا ده موجود في الستودنتس بوك بيج 7. طبعا انت عندك الاسعافات الاوليه هم 7 ايتمز او 7 ستيبس، سبع خطوات او سبع بنود نمشي عليها. نمبر 1، if you find an ill or injured person، لو انت لقيت شخص مريض او مصاب، you must check the area around them first to make sure it isn't dangerous. لازم تفحص المنطقة اللي حواليهم، مش المنطقة السكانية طبعا، أنا بقصد المنطقة بتاعته في جسمه يعني، to make sure انك تبقى متأكد ان هي مش خطيرة. يعني تبص كده انت الخطر فين في جسمه، then move closer to the person، بعد كده تقرب شوية ناحية الشخص، and look carefully at him or her، وتبص له بحرص، does he or she seem to be very ill، باين عليهم ان هم تعبانين جدا، does he or she have severe injuries، هل هم عندهم اصابات حاده او شديده او خطيره. انت بتتحسس الموضوع، بتستكشف كده اللي قدامك اللي واقع على الارض ده او اللي واقع على الارض مالهم في ايه. الخطوه الثانيه، if the person is awake، طيب لو الشخص بيكون اويك صح، ما ممكن يبقى الشخص نايم فينتد مغمى عليه صح، but not bleeding، بس مش بينزف مفيش دم، you have to ask him or her how he or she feels and what happened. ها مالك مالك بتحس بايه، طب ايه اللي حصل، check his or her body for signs، افحص الجسم بتاعه لو في علامات of injury للإصابة or infection او العدوى. يعني انت بتبص كده في جسمه هل في علامات للاصابه او للعدوى، ممكن تستكشفها. You don't have to touch the person's body to do this. خلي بالك انت مش محتاج انك انت تلمس جسم الشخص ده عشان تعمل ده. خلي بالك انا ممكن اكون في الاول عملت لك كده، بس انا بتكلم على المناطق اللي في جسمي، لكن بالنسبه للي هيشيك ما يلمس، don't touch the person's body صح؟ لان لو في infection ممكن تتنقل لك، هو دي فكرة اللي هي ال not touching، عدم اللمس يعني. if the person doesn't reply، طب لو الشخص اللي قدامك ده ما بيردش، touch his or her shoulder، المس كتف or foot رجله، and shout to see، وابتدي صرخ to see if he or she reacts، لو هو هيستجيب، and remember، وافتكر to check for normal breathing، وابتدي check، افحص التنفس الطبيعي بتاعه. يعني بص انت بتيجي ناحية كتفه او ناحية رجليه وتبتدي تصرخ يمكن يسمع، هتشوف ردة فعله ايه، وتبتدي كمان تو تشيك النورمال بريثنج، تشوف التنفس الطبيعي. اعتقد حد من اهالينا او من الناس اللي نعرفهم عملوا، او ممكن نكون شفنا براكتس عن على الكلام ده، ممكن نخش اليوتيوب ونكتب هاو تو بيرفورم فيرست ايد. طيب بوينت نمبر 4، اف ذا بيرسون ازنت بريثنج، طب هفترض ان الشخص مش بيتنفس، someone must call the emergency services immediately. حد must call، لازم يتصل بخدمات الامرجنسي الطوارئ
في الحال immediately يعني في الحال اللي هي 123 مكتوب جنبها. Number 5 بعد ما تتصل بيهم. If you know how to perform CPR, you have to do this to help the person start breathing again. طب لو لقيت مشكلة في التنفس لحد ما يجي الإسعاف ممكن تحاول تعمل له عملية الإنعاش اللي احنا قلنا عليها CPR علشان تساعده to breathe again يتنفس تاني. However, you mustn't do CPR unless the person is lying on his or her back on a flat surface such as the floor. لازم الشخص اللي قدامك تبقى نايمة أو يبقى نايم على الأرض على سطح مستوي على ظهره. يعني ما يبقاش نايم على بطنه، نايم على ظهره أو على جنبه، لا نايم على ظهره، أوكي؟ على سطح مستوي علشان تقدر تعمل له عملية السي بي ار بسرعة، تعمل له عملية اللي هي الانعاش الرئوي دي أو انعاش القلب الرئوي. كل ده خلي بالك الامبلنس او الامرجنسي والامرجنسيز الطوارئ لسه ما جاتش. 6 يا رب بس ما يكونش مات في الاخر. Place your hand on the center. حط ايدك على السنتر تمام of the person's chest، على مركز او نقطة المركزية بتاعت صدر الشخص اللي قدام. طبعا هنا يقصد الحتة دي اللي هي مكان الهارت، the place of the heart. Put your other hand on a top of the first hand and lock your fingers. تبتدي تحط ايه بقى؟ تحط الايد التانية على قمة الايد الاولى، صح كده؟ and lock your fingers، وتقفل صوابعك. شايفين؟ زي step 3 كده، صح؟ تمام. Together مع بعض. Make sure that your shoulders are above your hands. وإن كتفك بيبقى فوق الإيد دي. طبعًا عارف إنها عملية complicated معقدة، مش كلنا نقدر نفهمها أو ننفذها بسهولة، ولكن دي خطوات إحنا بنسمعها، وأكيد لو أنت دخلت وشفت هتلاقي الخطوات دي بتتنفذ واحدة واحدة. Number 7. You don't have to press down on the person's chest very much. أنت مش محتاج إنك أنت تضغط على صدر الشخص ده كتير. Only 5 to 6 centimeters، من 5 ل 6 سنتي. Keep your hands on his or her chest. حط ايدك على الشست بتاعه او الشست بتاعها. Allow it to rise up، واسمح له ان هو يطلع، كانك بتضغط بايدك عشان تشوف الشست الصدر ده بالتنفس بتاعه هيطلع ولا لا، لان انت عارف ان القلب من هنا بتعرف البلس النبض بتاعه فيقدر يطلع ولا لا. To rise up again، انه يطلع مره ثانيه. You have to do this، انت محتاج تعمل ده 100 to 120 times، من 100 ل 120 مره. عشان كده احنا حتى لما حد بيقع في الشارع او بيغمى عليه او كده ما بنعرفش نسعف، عشان كده بنعمل اي هبل وخلاص، شممه مش عارف بصلايه، ادلق عليه شويه ميه، الكلام ده كله. لكن بنخلي بالنا كويس قوي ان في ستيبس ساينتفك، خطوات عمليه، خطوات مش متالفه. من 100 ل 120 مره a minute، في الدقيقه. until the person starts breathing again، لحد ما الشخص طبعا يبدا تنفس مره تانية. تمام كده؟ يبقى انت كده خلصت معايا البارت الاولاني، الجزء الاولاني بيج 19 حتى من بيج 20 على how to perform first aid، انك انت ازاي تعمل الاسعافات الاوليه. انا ممكن ما يهمنيش الطريقه قوي، انت اديك سمعتها وفهمتها للجنرال نوليدج، للمعرفه العامه، ولكن انا يهمني هاو تو يوز فوكابلري ان ذيس كونتكست او وذين كونتكست، ازاي تستخدم الكلمات في سياق النص. يعني هنخش يلا بعد كده على نمبر 2 اللي هي الليسننج تكست. تكست اللي هي فيها ليسننج، فيها سماع. تعال نفهم كده الليسننج تكست بتقول ايه. واحدة منهم بتتكلم على الاثليتيك هارت سنتر اللي هو الاي اتش سي، اللي هو المركز القلب الرياضي. ده اكيد احنا بنحتاجه للرياضيين تو تشيك ريجولرلي علشان نفحص بانتظام اون ذير هارتس، على القلب بتاعهم، تو بروتكت ذيم مثلا فروم، نحميهم فروم مثلا سادن ديث، من الموت المفاجئ او هكذا. يعني ويجي لنا قصه اللعيب
او اللاعب محمد عبد الوهاب اللي هو كان بيلعب في الاهلي قبل كده، ان هو هي دايت بيكوز اوف ذس بروبلم، مات بسبب المشكله دي اللي هي مشكله هارت ستوبج او ستوبنج اللي هو وقف القلب. تعالوا نشوف كده مع بعض من اول الباراجراف. Most of us know that we need to stay healthy and many of us enjoy sports. كتير مننا بيعرف ان احنا بنحتاج ان احنا to stay healthy، نبقى صحيين او نبقى بصحتنا. And many of us، وكتير مننا enjoy sports، ويتمتعوا بالرياضة. But some young athletes، لكن بعض الرياضيين الصغيرين athlete اللي هم sports people، sports men او sports women، believe that they don't need، مش محتاجين to worry about، يقلقوا على ال heart problems، مشاكل القلب بتاعته، until they get very ill، الا لما بيتعبوا. يعني هو المفروض الصح ان يبقى في regular check بانتظام، سواء حتى لو اللعيب عامل زي العفريت بيجري طول الوقت او ما عندوش مشكله في صحته او في قلبه او في اي حاجه، لكن لازم التشيك ده يحصل بانتظام، مش لازم استنى مصيبه تحصل او واحد يموت عشان اعمل تشيك ده مره ثانيه. However, health، ومع ذلك الصحه، experts اللي هم خبراء الصحه، agree that، بيتفقوا ان الاثليتس must get a special heart examination، لازم يبقى عندهم فحص قلب سبيشال معين، before they can be completely sure، قبل ما يبقوا متأكدين بشكل كامل that they don't have a problem، ان هم ما عندهمش مشكلة. النهارده في some footballers، بعض لاعيبة الكورة او some مثلا athletes، عامة مش لازم لاعيبة الكورة يعني رياضيين يعني، they must have a regular check، لازم يبقى عندهم فحص منتظم on their hearts، على قلوبهم، before performance، قبل الأداء، أو before training، قبل التدريب، أو حتى before playing the matches، قبل لعب المباريات. ده لازم يبقى عندهم regular check، الفحص المنتظم ده، علشان خاطر ال health of their hearts، صحة قلبهم يعني. For example in 2006، نحكي بقى القصة، محمد عبد الوهاب was an Egyptian footballer، كان لعيب كرة مصري from فيوم، من الفيوم، who seemed to be very healthy، كان باين عليه إن هو صحيا جيد، هو لاعب كوره، انت مش هتشك في حاجه يعني. At that time، في الوقت ده، football clubs didn't have to check their players' hearts. طبعا في الوقت ده كانت انديه الكوره، انديه كره القدم، ما كانتش بتعمل فحص على قلوب اللعيبه. But then عبد الوهاب fell down، لكن عبد الوهاب حصل كده ان هو وقع while he was training، في التدريب ده، حتى ما وقعش في ماتش رسمي. احنا شفنا احداث بعد كده، زي فاكرين الله يرحمه احمد رفعت كان وقع بسبب الموضوع ده، وتم انعاشه برضه، خلي بالك، وعاش بسبب فكره عدم التشيك اللي هو المنتظم للفكره دي، افهم ان ممكن ده يبقى عنده مشكله فلازم يتعالج معالجات معينه يعني. المهم لما وقع فجاه، سادلي، بكل حزن، although the emergency services took him to hospital، جت طبعا الطوارئ عشان تلحقه بسرعه، عبد الوهاب didn't survive، ما نجاش من الموت ومات بسرعه. طبعا بتحصل اكيد، وانتوا عارفين ان في لعيبه اكتر من لعيب مات على مستوى انديه العالم كلها بسبب الحكايه دي. Fortunately، لحسن الحظ، luckily زي ما قلتها قبل كده، Egypt became a pioneer، مصر اصبحت pioneer، رائده، in athletic heart care، ماشي، في عناية القلب الرياضية. In 2018، في 2018 يعني حوالي من 6 سنين مثلا، when it established the first athletic heart center، أسست، establish يعني يؤسس، set up، صح كده؟ built، بنت، أول مركز قلب رياضي in the Middle East، في الشرق الأوسط، in وادي النيل هوسبيتال، في مستشفى وادي النيل. ودي كانت حركة يعني مننا علشان موضوع القلب ومشاكل القلب والكلام ده. It was decided، تم التقرير، that the AHC اللي هو الأثليتيك هيلث سنتر ده، اللي هو أو أثليتيك هارت سنتر اللي هو المركز القلب الرياضي ده، had to have the best technology، يبقى فيه أفضل تكنولوجيا، to check every detail، علشان يفحص كل تفصيله، of an athlete's heart، لقلب كل رياضي. And دكتور حازم خميس، the hospital director، مدير المستشفى دكتور حازم خميس، has said that the center will help to protect، ان المركز ده هيساعد ان هو يحمي everyone who enjoys sports in Egypt، اي واحد بيتمتع برياضة في مصر.
طبعا انا مش عايز اقول ان المركز ده يبقى فايدته بعد ما المريض لا قدر الله او اللعيب لا قدر الله يقع، والمفروض ان المركز ده يتعمل فيه كل فحوصات القلب بالنسبه لكل لعيبه الكوره. يعني لو كل نادي خد اللعيبه بتاعته مثلا، مش عارف بقى التشيك ده بيبقى قد ايه، 1 مانث مانثلي ولا 1 افري 2 مانث ولا 1 ييرلي، مره في السنه، ايا كان. يعني المركز ده هيساعد الناس كتير تفهم حاله الهورس بتاعتها. It is called athletic heart. ده بيسموه القلب الرياضي. Between dreams of a trophy، ما بين طبعا الميدالية أو الكاس أو الانتصار، and the sudden death، والموت المفاجئ. طبعا أنت بتتكلم ما بين إنك أنت فعلا تحمي صحة لاعب مجرد إنه بيلعب، وما بين إن هو ياخد جايزة، وما بين إن هو يموت موت مفاجئ. آخر تو لاينز في التكست ده، young athletes، الرياضيين الصغيرين اللي هم الشباب، and their families، وعائلاتهم، mustn't miss the chance، ما ينفعش يفقدوا الفرصة أو يضيعوا الفرصة to learn، إن هم يتعلموا about the importance، أهمية ال heart examinations اللي هي فحوصات القلب، to stay fit، علشان يبقوا بلياقة، و to stay healthy، يبقوا بصحة جيدة. يبقى احنا كده مع بعض خدنا التكست التاني اللي خاص بالاثليتيك هارت سنتر الـ AHC واهميته، وذكرنا وقع طبعا محمد عبد الوهاب نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر طبعا، اللي هو من محافظة الفيوم، اللي حصل معاه فكرة الموت المفاجئ ده. مكملين مع بعض في بيج 21 معانا ورك بوك بيج 3، جايبين كده قطعة، معاصر جايب قطعة من كتاب التدريبات في صفحة 3، keeping a healthy heart، ازاي يبقى عندك بقى قلب صحي. تعال بقى نشوف كده keeping healthy heart وايه الشروط وايه الايتمز دي، اخر قطعه في الصفحه من التكست عشان تبقى انت لميت التكست كلها، النصوص كلها بتاعه lesson 1 و 2 في unit 1. Of course not everyone will become an athlete or a footballer. مش بالتاكيد يعني مش اي واحد هيبقى رياضي او هيبقى لاعب كوره، صح؟ يعني احنا في ناس عاديين، مدرسين، دكاتره، مهندسين، مش لازم يبقوا رياضيين او ان هم بيلعبوا كوره. But that does not mean، بس ده مش معناه we should forget about our health خالص، بس ده مش معناه ان احنا ننسى فكره التشيك على القلب بتاعنا. So what should parents do to help their children stay free from heart disease؟ ايه بقى اللي يخلي الاباء، الاب والام، تمام، ويساعدوا ولادهم، يساعدوهم على ان هم يتجنبوا او يبعدوا عن المشاكل اللي هتخص القلب بتاعتهم او المرض اللي هيجي للقلب بتاعهم؟ زي سؤال كده، نصايح ازاي الاباء يحافظوا على صحه ولادهم، والولاد نفسهم لما يكبروا يحافظوا على صحه قلبهم ازاي. Your heart pumps، القلب بتاعك بيضخ، pump يعني يضخ، او pump مسدس الضخ بتاع البنزين بتاع الاويل ده او البترول. About 380 liters of blood، قلبك بيضخ 380 لتر دم through your body every hour، بيضخوا 380 لتر دم لجسمك كل ساعة، في الساعة الواحدة بس، رقم كبير. This is a lot of work، طبعا شغل كتير لما قلبك يشتغل على مخك وعلى عينك وعلى ايدك وعلى رجلك. تخيل كده وانا مدرس قاعد معاك اهو وانا بشرح، القلب بيعمل قد ايه علشان خاطر اطلع بالصورة دي او اتكلم، بيضخ القلب في ايدي علشان a lot of work. In fact، في الحقيقة your heart has to work harder، لازم قلبك يشتغل أجمد than any other muscle، أكتر من أي عضلة تانية in your body، في الجسم بتاعك. That's why we need to keep it fit and healthy، عشان كده لازم نحافظ عليه ان هو يبقى صحي وفي لياقة كاملة علشان يعرف يشتغل. انت القلب بتاعك محتاج يشتغل ويدي مجهود عشان تعرف تذاكر وتتحرك وتجري والكلام ده كله، فده مهم جدا كفكرة المحافظة على القلب. We all need to exercise for 30 minutes every day، احنا محتاجين نتدرب لمدة 30 دقيقة كل يوم.
وده بقى مش دكاترة الدايت بس، هي دكاترة صحة عامة، صحة نفسية، صحة رياضية، أي بني آدم عادي بينصحك إنك أنت 30 minutes at least، 30 دقيقة، نص ساعة على الأقل تعمل فيهم رياضة، جوجينج، مشي بسرعة مثلا، رانينج، جري، ووكينج، حتى أي نوع من أنواع الرياضة اللي تساعد قلبك إن هو يشتغل بكفاءة. We should all get lots of exercise. إحنا لازم نعمل تدريبات كتير. That means mom and dad as well as the children. بابا وماما وبرضو الأطفال المفروض يعملوا الحكاية دي. Try to walk. حاول إنك تمشي. Cycle. إنك تركب عجل. Swim. تعوم. Play games. تلعب ألعاب. مش كمبيوتر ولا جيمز، يقصد تلعب جيمز زي باسكت بول، هاند بول، جولف، فوتبول، اي حاجه، تنس، اي حاجه من الحاجات دي كلها. اوتسايد بار از اوفن از يو كان، على قد ما تقدر. بلاي توجذر از ا فاميلي، العبوا مع بعض كعيله. اند ات ويل بي مور فان، وهيبقى فيها حاجه فان، يعني منها ان انتوا بتدعموا حته العلاقات الاسريه، ومنها هيبقى في سبورتس في الاخر. If a child decides to take up، لو في طفل قرر ان هو يبدا a new sport، رياضه جديده، خلي بالك من الفيرب ده مهم قوي، فريز الفيرب معنى take up، يبدا activity او sport. Send them to visit a doctor، ابعتهم علشان يزوروا دكتور، to check، عشان يفحص their heart first، عشان يفحص القلب بتاعهم الاول. They will probably be fine، اكيد هيبقوا كويسين. But the doctor will need to do some tests to check. لكن أكيد الدكتور لازم هيعمل شوية فحوصات في الأول. Eat healthily. كل بشكل صحي. 2. Show your children that they need to look at the labels. خليهم يبصوا على الليبلز، الستيكرز يا شباب، ها، before they buy something، قبل ما يشتروا شيء. They mustn't eat too much of something. ما ينفعش ياكلوا كتير من الحاجة دي. If it has a lot of salt or fat in، لو فيها طبعا ملح كتير او دهون كتير. واللي بيسمع دكاترة تغذية دايت والكلام ده هتلاقي ان مثلا السكر والملح والدقيق بلاش كتير منه، بلاش نكتر من الكاربس، كاربوهيدراتس، مكرونات ورز والعيش، بلاش نكتر من حاجات كتيرة زي كده. لازم to keep your heart healthy او stay your heart healthy، to keep it healthy، تخليه صحي طبعا. Eat well، كل كويس. Do lots of exercise، بس اعمل تدريبات كمان كتير. And you should have healthy hearts، ويبقى عندك قلب صحي for life، للحياة، مش بس للفترة اللي انت بتذاكر فيها او بتعمل فيها حاجة تانية، ولكن للحياة بشكل عام. طيب احنا كده وقفنا لحد بيج 21. افكرك احنا خدنا النهاردة الديريفاتيفز طبعا اتكلمنا فيها بيج 15، وكملنا مع بعض بيج 16 الاكسبريشنز والايديومز والفيرب بروبوزيشن، وكمان كلير كونفيوجن. خدنا معاهم كمان بيج 17، خدنا كمان التكست النصوص اللي موجوده في بيج 19 و20 و21. وان شاء الله بكره، خلي بالك، حلقه او فيديو مهم جدا عشان نبتدي باذن الله الجرامر بتاع يونت 1 لسن 1 لسن 2. اتمنى تكونوا فهمتوا اللي احنا خدناه النهارده في منهجنا. إن شاء الله بكرة نكمل على خير. أشوفكم إن شاء الله. Thank you so much.